السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة شوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما اتفقنا، سوبر نينو تدبير توفير سهولة. النهاردة هنعمل صوص الكراميل بكل سهولة ومقادير كلها اقتصادية وبدون كريمة، وهيطلع معانا طعمه حلو قوي ولذيذ، وهينفعنا في حشوات كتير قوي. كمان هينفعنا في حشوات بتاعة العيد. يلا بينا على الطريقة والوصفة عشان نشوف هنعمله ازاي. دي بقى اللي معايا النهاردة، عندي كوباية من اللبن، كوباية من السكر، فانيليا، معلقة من الزبدة كبيرة، عندي معلقة نشا مدوباها في معلقتين لبن، يبقى معلقة النشا مدوباها في معلقتين لبن على البارد. تمام، دي المقادير بتاعة الصوص بتاعتنا. يلا بينا نروح على النار نشوف هنعمل ايه. جبت طاسه عندي بالمنظر ده، حله طاسه حطيت فيها كوبايه السكر ومش هلمسها خالص، هسيبها لحد ما تبدا تكرمل معايا. شايفين كده انا حطاه على النار الصغيره، بصوا بدا بقى ان هو يكرمل. هستخدم معلقه خشب، لازم معلقه خشب، خدي بالك من التكه دي بتفرق، واقلبه كده عشان اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. وبعد ما داب معايا بالمنظر ده كده اهو، بوطي النار خالص وبنزل بمعلقه الزبده اللي عندي وابدا ان انا اقلب، بس توطي النار خالص وتدوبي الزبده معايا. وبعد ما دوبت الزبده بالمنظر ده كده اهو، بنزل كوبايه اللبن تكون دافيه واقلب برده، وابدا اقلب برده كده. هلاقيه بدا يكلكع معايا بالطريقه دي، مقلقش، هفضل اقلب فيه لحد ما يفك معايا. زي ما انتم شايفين، بعد ما دوبت السكر معايا اتاكدت انه دايب، حطيت رشه فانيليا. تمام، وهنزل بقى دلوقتي بايه، بمعلقتين اللبن ومعلقه النشا اللي اتفقنا عليهم اللي هدوبناهم في الاول خالص، وابدا اقلب كده كويس جدا اهو على نار هاديه اهو بالمنظر ده كده. بفضل اقلب بقى كده بالمنظر ده اهو كده عشان يتماسك معايا ويبقى قوامه تقيل شويه. اقلب فيه كده اهو اهو، اول ما يبدا يبقلل معايا كده وطلع بقليل كده بطفي عليه، هو كده استوى معايا. شايفين كده، ده بقى الكريمه، الكريم كراميل بتاعه، توس الكراميل قصدي. بصوا القوام بتاعه كده، هو لسه سخن انا فضيته، بس بصوا تقيل معايا. هعمل ايه بقى دلوقتي، هاخده اغطيه كده بكيس بالمنظر ده كده، كيس تلاجة، واحطه في التلاجة وهوريكم القوام بتاعه بيبقى عامل ازاي. شايفين ده شكل الصوص بعد ما طلعته من التلاجة، بصوا القوام بتاعه تقل ازاي. عايزاه اتقل بسيبيه في التلاجة برضو اهو، بصوا كده بقى جاهز عندي، بصوا القوام بتاعه تقل ازاي اهو. دي كانت وصفة النهاردة، لو عجبتكم استنوني في وصفة جديدة.